بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الأفاضل الأخيار، هنا في مقبرة كريمون الإسلامية نشيع الآن جثمان أخونا الحاج محسن من أهلنا في مصر، رحم الله الحاج محسن رحمة واسعة، ونحن الآن جئنا به إلى المقبرة وأهله وأحبابه وأبناءه لنصلي عليه الآن صلاة الجنازة. والله جل وعلا قال في كتابه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلنقل جميعا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليستعد الناس. الحاج محسن الله يرحمه كان من أطيب خلق الله، رجلا طيبا بسيطا صابرا في مرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أن الذي يصبر على البلاء له أجر شهيد، وأن الصابر يوم القيامة يوفى أجره بغير حساب، فإنا نسأل الله أن يقبله عنده من الشهداء، وأن يجعله عنده ممن تنور قبورهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل الحج محسن من هؤلاء الصابرين المحتسبين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يسر الله لهذا الرجل الطيب أن يكفن على الإسلام، وسيصلى عليه الآن صلاة الجنازة. جزى الله أخونا خالد طلال أن يسره الله لتكفين هذا الميت على الإسلام، ولأن يأتي به لهذا المكان هنا في مقبرة المسلمين لنصلي عليه صلاة الجنازة. الحاج محسن لعله بينه وبين الله أعمالا صالحة، إن ربنا يسر له إنه يصلى عليه الآن صلاة الجنازة في وجود أحبابه. هذا بينه وبين الله، كثير من الناس لا ينالون هذا الشرف، فأسأل الله جل وعلا أن يشفع فيه من كفنه ومن سيصلي عليه الآن ومن سيشاهدنا الآن ويدعو له بإذن الله. رحم الله أخونا الحاج محسن برحمته الواسعة إن شاء الله. نسأل الله أن يجعل مثواه الجنة، ونهيئ أنفسنا الآن لصلاة الجنازة. يا أخونا رزق، حاول المسافات تكون متر بين كل واحد. النساء لو عاوزين يصلوا يصلوا في الخلف، خلي بالكم المقابر. قدم شوية، قدم شوية علي، قدم شوية علي إن شاء الله، قدم شوية. لو حد مش هيصلي يقف هنا مع التليفون للشباب يعني. نعم. grazie. استووا يا إخوة. Se per caso che mi وتكون المسافات بيننا إن شاء الله متباعدة. صلاة الجنازة أربع تكبيرات على الحاج محسن الله يرحمه. كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى بتقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية تصلي على النبي محمد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد مجيد. التكبيرة الثالثة تدعو للحاج محسن بإخلاص: لعلنا نجد من يدعو لنا بإخلاص عند موتنا. اخلصوا له في الدعاء وادعوا له بالرحمة والمغفرة، فإن أكثر ما يحتاجه الميت الآن الدعاء. ادعوا له، أهم شيء الآن إنك تدعي للميت. التكبيرة الرابعة تدعو له وليك ولأموات المسلمين أجمعين إن شاء الله، ثم نسلم على اليمين وعلى اليسار. الله أكبر. الله أكبر. الحمد
الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له قبره واجعله قبره ولا تجعله قبره. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر لنا، اللهم لا تهدنا أجره ولا تهدنا بعده. السلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك أن ترحمه برحمتك الواسعة، اللهم إنا نسألك أن تبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم أسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين. اللهم نور له قبره يا كريم. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من الذنوب والمعاصي بالماء والثلج والبرد. اللهم أنزل السكينة والطمأنينة على قلوب أبنائه وزويه ومحبيه يا رب العالمين، وارحمه برحمتك الواسعة يا كريم، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هيا يا شباب إن شاء الله. بسم الله بسم الله. تعالي أختي، أسأل الله أن يرحمك يا حكيم محسن برحمته الواسعة. اللهم ارحمها برحمتك الواسعة يا رب. جنازة نعم. أسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة يا رب العالمين. نعم. أعطيها لأي حد من أبنائي، خليها لي معنا. كان ديرو لي في الشهد. نعم. ديرو على الخشب. حاضر. نعم. بسم الله. يلا بالله. يلا شباب نعم راس وانا ستار. بسم الله شباب. لكن قدوا لكم احنا اخذنا من الجزء 4 احسن. لو مثلا من 4 شباب هنا احسن. كيف المستشفى؟ كيف المستشفى ربما؟ في ميكروبات الصندوق يكون في ميكروبات. لا شباب انا عاوز تخرج تعال انت هنا. تفضل فما خليك اكيد هنا. غادي نقول احنا غادي نقول احنا باش شوف ايوه تحت حجرز انت هتبقى هناك. واحد هنا تحت الارض اول ما يجيبوا المحشي. لا بلا ما لا 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 مش بسم الله. طول الحمل يا اخي. تمام حط يلا الحشي يا شباب. بسم الله شيل خلي الرزه اسمع رسول ها على بركه الله على بركه الله اول مننا واحد بسم الله. بسم الله وعلى مله رسول الله. تعال عند تعال تعال اللي فوق الحبل كويس. بسم الله وعلى مله رسول الله. خير لازم اخليك فور الحبل ما خيرش. خذ عندك الدرس خذ عندك له يقول قنده عندك هيك هذه جديدة عندك انت. اوكي اوكي خلينا نحط يلا سير. يا اخوان بغينا اربعه يكونوا هناك ان شاء الله. زين اربعه بسم الله. تعالوا هنا شباب اربعه هنا. كل واحد شد مع الطرف الثاني. اجي نوقف خيط هنا هم اربعه يمشوا لي. خلي بالك ده قبر عشان احنا ماشي. يلا حق محمد بسم الله. واحد اثنين يلا بسم الله. اربع ده انا بتنزيل نزيل تحت القبر. يلا زين بسم الله وعلى ملة رسول الله. قرب اول حد القبر بسم الله سير. تعال علينا شوية. بسم الله. تعال علينا شوية. بسم الله. تعال علينا شوية. بسم الله. اخوان ما تديوش لي. شوفوا انتم ما تاخدوش عندكم. ما عندك شوية. ما عندك شوية. كمان. يلا. كمان يا خالد. بسم الله. بسم الله. ما تقلقش. ان شاء الله. حق خالد انا عاوز اثنين ينزلوا هنا دلوقتي. اسمع كلام اخوك. لا لا بلا ما ينزلوا شيخ. بلا ما ينزلوا. انضغطوا على القبر. انضغطوا يا سيدي شوف. انضغطوا. اعطوني غير مشوا الاخوان مشوا الحبل. شوف. شوف. خلوا لي انا هذا. شوف. اعطيني. اعطيني انا هنا. حتى عيني بعدين لما اقول لك عيني. طيب. اعطيني هذا.
انتوا اثنين تكونوا تما كويسين. محمد دابا انت تسير تما. صافي سير. بسم الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله. خذ معايا خذ معايا. خرجوا عندك خرجوا عندك خرجوا عندك خرجوا عندك خرجوا عندك يا خليل. الصندوق خرجوا عندك. هاكو خرج 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 هاكو. خلي ينزل خلي ينزل. احنا ماشيين انا بعد لا تحيدش تعال شوي. هاكو بسم الله. حد ينزل رجال. لا لا ما تدوش على القبر. لا 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 هذا القبر هذا. بالراحه بالراحه واحده واحده شويه بالراحه. انت الشيخ لما تقول له واحد ينزل واحد ينزل. اطلع محمد اطلع. ماشي مش اطلع مش بالراحه بالراحه بالراحه. سمي الله سمي الله عشان القبر بس. خالد خذ 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 البارك. ارفع البارك. شيل هذا 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 هاي بدرة بدرة بدرة. سمي الله بسم الله وعلى ملة رسول الله. شيل انت كده وانا هروح انا هناك. انا هروح انا هناك يا خالد. سيبوني سيبوني. شوف كيش الفاس ما فيش فاس هنا في الله. بسم الله عمش واحدة واحدة خالد. بسم الله وعلى ملة رسول الله. الأفضل ننزل يا خالد. الأفضل ننزل ويكون متجنب القبر. ينزل من الناحية دي هنا الناحية اللي هناك الناحية اللي هناك هذا خالد. عندي شو معك خالد نخرجوه نفتح فرنزيان ها نخرجوه. لا لا ما تخرجش لا نوسعوا نوسعوا ان شاء الله سواء خرجوا باذن الله خرجوا. لا لا سنة سنة واحدة خالد. انا انا زيدها شوية زيدها ما شوية عندي. بسم الله بسم الله. وسع محمد وسع عادي فوق 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 شوي فوق كامل فوق. بسم الله خلاص فوق. لا ما لا بس ما يدوش ما يدوش ما يدوش. بسم الله ايوا الشيخ برافو عليك. ماشي عندك قلبه خالد احد يلغى تهرب لك قلبه. خافش خافش انزل. ايوا لا مازال مازال انزل بس انزل هنا ثاني واحد. ارفع خالد ارفع خالد يا واحده. امسك امسك بس بس أيوة. لا 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 خلص تبني أيوة. تبني على الشغال مثل هذا. كويس يلا شباب يا رب سمي الله كده. بسم الله بسم الله بسم الله. انزل جبت عندك انت وبسم الله زيد حتى هنا حتى هنا شوي خير جيب شوي عندنا خرج علي انا شوي خير. بسم الله بسم الله. ايوه نزلها ما زالوش مريحه بقى. صافي ما زالوا رايحه من تحت خالد. لا لا بلاش بلاش واحده واحده. بسم الله زين. بسم الله انزل يا خالد عندك ريح. انت محمد عندي في ما شاء الله كمان اسحب عندك يا محمد. بسم الله وعلى ملة رسول الله. انا زين صافي تمام. يا بقى سواجه شويه تاخرت. لا لا مش مشكله اسمح محمد واحد درس هذا مش مشكله. هو الافضل يكون مايل على اليمين. هو مايل دابا دابا مزيان مايل هو مايل مايل وحده هو مزيان دابا مزيان دابا. اسحب اسحب الكربه اسحب الكربه جاب الحمد لله حلو عندكم. بسم الله اسحب من هذا. بسم الله وعلى ملة رسول الله. ايون اسحب هيطلع معك احلى تمام. خالد استنى خالد يا واحد. خالد لا لا ارفع خالد يا ارفع ارفع ديه ارفع دقيقه كمان. بلاش 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 انزل خالد كده. ايوه لا يا خالد سنه قوم يا خالد ارفع خالد ارفع دقيقه دقيقه واحده ارفع هو هنا شتي هنا 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 نعم نعم ارفع دقيقه واحده نعملها لك كده. حد يتعاون مع خالد. بسم الله بسم الله. بس يا خالد كفايه بركه بركه خالد بركه ما شاء الله لازم يكون مايل عليهم ان شاء الله. بسم الله تعاون يا خالد. بسم الله معاك انا خالد من تحته شيل يا خالد. بسم الله تمام تمام استنى الله يبارك لك ما شاء الله عسل ما شاء الله رحمة الله عليك. زر عندي شوية خلي علي منك زر شوية هني هاك صاف صاف جامد صاف جامد. بسم الله توكلوا على الله يا شباب حتى الكواريك إن شاء الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله.
ثانية واحدة يا شباب. بسم الله وعلى ملة رسول الله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بإذن الله. يلا شباب بسم الله على بركة الله. شوف 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 طلبة هناك، نجيب لك شوية طلبة. لا لا هذاك ديال القبر الآخر. اللي ديال القبر الآخر، تعال هنا تعال واحد هنا. أنا أحد جالس مع رجالة. يلا رجالة توكلوا على الله. بسم الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله. على بسم الله. غيروا على خالد يا شباب. غيروا على بعض كده كل شوية. بسم الله وعلى ملة رسول الله. أسأل الله أن يرحمك حق محسن برحمته الواسعة. القبر اللي وراك يا شباب. الله. خلي بالك عشان القبر اللي وراك ما حدش يتوسع عليه. أسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. أكثروا له من الدعاء. هذا وقت الدعاء. هذا وقت الدعاء. أكثروا له من الدعاء إن شاء الله. باقي خير إن شاء الله. حاول ما تجيبيش الحفرة يا أختي وما بتقطع. خليك بعيد عن الحفرة. نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. اللهم جاف الأرض عن جنبيه. اللهم نور له قبره. أكثر من الدعاء في هذا الوقت يا شباب. لمثل هذا فليعمل العاملون. أكثروا من الدعاء في هذا الوقت. غيروا الشباب على بعض. غير هناك غير هناك كش على هناك. بسم الله غيروا على بعض. لمثل هذا فليعمل العاملون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. اللهم اغفر له وثبته عند السؤال يا رب. بسم الله هتعنك شوي هتعنك شوي. يا الله أن يرحمه برحمته الواسعة. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا رب. اكتب له من الدخل. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا كريم. اسأل الله أن يجعل مثواه الجنة. اللهم جاك الأرض عن شبيه يا كريم. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. اكسر له من الدعاء. لعل واحدا منا تستجاب دعوته. لعل واحدا منا تستجاب دعوته. غير من عليهم. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا كريم. اللهم اصفر. اصبر كبر يا كريم. يا رب. اجعل مثواك الجنة يا كريم. حاول تدرب تشكيل. روح الكوريت عندك عاوز يظبط الصحن. اللقمة بتاعته قدام. مش كنا ما يريحوا مع بعض بس خلاص. مش مشكلة ثانية يريحوا بس خلاص مع بعض من دون. هتعمل شوي هتعمل ثاني غير شوي. غيروا على بعض كده كل واحد شوي. بسم الله. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا رب. اللهم اجعل مثواه الجنة. أيوة الله ينور عليه. أسأل الله أن يرحمه. حيدك العود حيدك العود يا شيخ حيدك. اللي ربنا يسر الأمر. حيد أيوه. ويدفن على الإسلام. هنيئا لربنا بيسر الأمر ويدفن في مقابر المسلمين. هنيئا لله عند الله. أسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. اللهم اغفر له يا رب. ويجعل مسواه الجنة. اللهم اغفر له. غيروا على بعض يا شباب. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. هات كوريكي تاني ونزل لهم كده. انزلوا انت خليك بس. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا رب. واجعل مثواه الجنة يا كريم. هات اخوك ابدا عنك شوي. عنك عنك شوي ريح. ريح ريح شوي ريح شوي. ريح شوي تعبان من بدري. بسم الله. ودي ورا هناك خشبة هناك.
هناك اهم حاجه هناك. يا الله ان يرحمه برحمته في الواسعه من يجعل مثواه الجنه. اكثر من الدعاء، كل واحد واقف كده يدعي الله محسن الله يرحمه، ادعوا له بالرحمه والمغفره. نسال الله ان يجعل مرضه شفيعا له في قبره صابرا محتسبا. اللهم ارحمه برحمتك الواسعه يا رب. شد على الشيخ، شد على الشيخ، شد على الشيخ. بسم الله. نسأل الله أن يرحمه. أنا ما زال في قبرين يجوا حتى ثلاثة إن شاء الله. نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. هكذا أيها الأفاضل، هكذا يدفن الأموات هنا على الإسلام. ليست هناك صحة لمن يقول أن أموات المسلمين يحرقون. ونحن ننادي الناس في كل مكان، من يموت له ميت يجتهد أن يدفنه على الإسلام، يكفن على الإسلام ويدفن على الإسلام. ولله الحمد فإن أهل هذه البلاد عاونونا في ذلك وساعدونا في ذلك، ونحن على استعداد أن نتحرك في أي مكان لوجه الله. إذا كان ميتا من الأموات فلا نتأخر عنه أبدا، لا في شمال ولا في جنوب إيطاليا، طالما أن الله أمد في أعمارنا ويسر الله لنا الأمور نذهب لهم في سبيل الله جل وعلا. ونقول للجميع إن الميت أمانة، علينا هذه الأمانة أن نؤديها على الإسلام، فيكفن الميت على الإسلام ويدفن على الإسلام. والميت يميل إلى ناحية اليمين متوجها إلى القبلة، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله يوفق من يشاء من عباده ليكفن وليدفن على الإسلام. ويسر الله للحج محسن رحمه الله أن يكفن على الإسلام وأن يدفن على الإسلام وأن يصلى عليه صلاة الجنازة. نعم، هذه نعمة من النعم العظيمة، ويسر الله أن يشاهده الآن الملايين من أهل الأرض فيدعون له. فإن الدعاء أيها الأفاضل من أحسن ما ينفع الأموات. يا من لك ميت وتسمعنا الآن، أكثر له من الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، عندما تكثر من الدعاء للميت. وسيدنا الحبيب النبي المصطفى كان لما يدفن ميتا من الأموات يوصي أصحابه بالدعاء. يقف النبي عند رأس الميت ويقول: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا القبر الذي ترونه الآن والميت بداخله في كفنه، أخونا خالد لما يكفن الأموات ليس للكفن جيوب. الكفن يا إخوة ليس له جيوب، ستترك أموالك، ستترك أطيانك وعقاراتك كلها، لن تأخذ معك شيئا في آخرتك إلا شيء واحد، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يتبع الميت ثلاثة. الميت فينا لما يموت يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. أي إنسان فينا لما يموت ثلاثة دول هيتبعوه: أولادك وبناتك وزوجتك وأهلك. أهلك ومالك الذي جمعته سيتبعك. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع الأهل والمال ويبقى شيء واحد. ما هو؟ العمل. العمل هو الذي يبقى معك. صلاتك التي كنت تصليها خمسة فروض سينور لك قبرك. زكاة مالك، صدقاتك، فعل الخيرات، كلام الخير، كل ذلك في ميزانك في هذا المكان. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. لن تأخذ في قبرك أبدا أموالك التي جمعتها، لأن هذا الكفن ليس له جيوب. مهما عشت ومهما جمعت من مال، اسمع لقول الواحد الديان لما قال في كتابه، اسمع: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. ساعة أن تفر من أخيك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل إنسان ساعتها سيقول: نفسي نفسي نفسي. إلا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سينادي ويقول: يا رب أمتي 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 أمتي. ولعل في هذا الموضع الآن ونحن نذكر صالح، لما يدفن الميت في التراب كما ورد في بعض الآثار يقال: جاءوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولا يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يا ابن آدم، جاءوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولا يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. لن يبقى لك إلا ربك. إلجأ لله الذي يعرف واسطة من المسؤولين. يقول: أنا أعرف فلان المسؤول، فلان الرئيس، فلان الوزير. فما بالك أيها الأفاضل بمن يعرف ربه، بمن يكون قريبا من رب؟ هل يضره أحد؟ القريب من الله لا يضره أحد. وهنا تعرف معنى الكلمة أبي محمد، وهو قول من قال: من كان الله معه فمن عليه. اللي معاه ربنا محدش عليه، لا تخف من أحد، ولكن اقترب من الواحد الأحد. اقترب من ربك لأجل هذه الفكرة ولأجل هذه الفكرة، حتى يكون لك عملك شاهدا لك بإذن الله. وإياك أن تكون
تعالى. مفيش حاجة اسمها أرض الإيطاليين وأرض المصريين وأرض العرب وأرض المغرب، إنما كلها الأرض لله. لمن الملك اليوم؟ لله. نعم، لله الواحد القهار. إذا لن ينفعك إلا إذا اقتربت من الله. هذه الكفرة التي نرسم عليها لهذا المكان. ونحن الآن في هذا المسجد في هذا الموكب أمام قبر أبونا محسن، إخواني قبرين من إخواننا من أهل المغرب رحمة الله عليهما، تفناهم منذ أيام في هذا القبر. هذه الكفرة التي تشاهدونها فإنها تضم الآن ثلاثة قبور. قبرين من إخواننا من أهل غزة في المغرب جنازة. من يدفنونها الآن. نعم، القيراط الواحد أثقل من جبل أحد في الميزان، أثقل من جبل أحد. نعم، أثقل من جبل أحد. لذلك أنا أقول للشباب هذا ثواب عظيم الذين يوفقهم الله لدفن الموتى والذي ييسر الله له هذا الأمر. صوت ضعيف. نعم، لذلك أيها الأفاضل ونحن في هذا المكان ونحن في هذا القبر. أخي محمد الله يجزيك خير، تعال معنا المكان هنا. ونحن في هذا المكان ونوجه دعاؤنا لكل من يسمعنا، اعملوا لهذه الساعة واعملوا لهذا المشهد، اعملوا لهذه الحفرة حتى ينورها الله عليكم. كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه عندما يدخل القبور يبكي فيقولون له يا عثمان
تذكر الجنة والنار فلا تبكي، ويذكر القبر فتبكي. قال: لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. هذا الذي ترونه الآن أول منازل الآخرة، فمن يسرها الله عليه فما بعده أيسر. أول منازل، نعم، يا من تعمرون بيوت الدنيا، يا من تحرصون على أن تكون عندكم الفيلات والقصور، إياكم أن تشغلكم القصور عن القبور، إياكم أن تنسوا هذا المكان. أي مسؤول على وجه الأرض مهما علا فالله أعلى، كل باك سيبكى، وكل مذكور سينسى، وكل ناع سينعى، من علا فالله أعلى. هنا في هذا المكان هو أول منازل الآخرة، فلذلك كل إنسان منا يعمل لهذا المكان. هذا هو المنزل الحقيقي، هذا هو المكان الحقيقي. في وسط التراب هذه سنوضع، إما أن تكون قبورنا روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون قبورنا عياذا بالله حفرة من حفر النيران. نسأل الله أن يجعل قبورنا رياض الجنة، اللهم آمين. نعم، اعملوا لهذه الحفرة، اعملوا لهذا المكان، واستعدوا له جيدا، فمهما عشت من الأيام فهذه نهاية كل إنسان. مهما عشت، خذوا المية، جيبوا مية. إذا عشت، جيبوا مرة ثانية. والله لو 100 سنة، مئات السنين، كم ستعيش؟ 70 80 90 100. ثم بعد ذلك أين مكانه؟ هذا هو مقرك الرسمي. لا مكينش، لا مكينش، ما فيش قرد يا غدا، بس صب على الأول ده وبعدين جيب المية ثاني إن شاء الله. هذا هو مكانك الرسمي، خلي أخوك على الأول. هذا هو المكان الذي ستوضع فيه، وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الميت علمنا النبي أن نضعه ونوجهه للقبلة في قبره، قبلة المسلمين ليس بالرشد. لا بره، هذه هي القبلة، نوجه عليها الميت ويدفن الميت، ونقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. لكن هذا المنزل أول منازل الآخرة، وليس كما يقال الناس يشيع الميت إلى مثواه الأخير. هذا ما زال أول درجة الله سبحانه وتعالى ينورها لمن أخلص فيها للأعمال الصالحة، لمن قدم في دنياه أعمالا صالحة. لذلك أنا أنادي كل من يسمعنا الآن، أكثروا من الأعمال الصالحة، وزيدوا في ميزان حسناتكم، فلقد قال ربنا في خواتيم سورة عبس، اسمع، قال الله جل وعلا في خواتيم سورة عبس، اسمع ماذا قال الله: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم. خذ البديل الثاني انت، ظبط معه. الضاحكة المستبشرة، نعم، ووجوه عياذا بالله، ووجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تنور قبورهم. لا ما زال شوية حتى ندعو لأخينا الميت، أخونا محسن، لا تدوس على القبر. نعم، ندوس على القبر برحمته الواسعة، ونسأل الله أن يجعل مثواه الجنة يا رب العالمين. نعم، الآن أيها الأفاضل، قلائل دقائق قليلة، وسندعو لأخونا محسن من عند رأسه لنودعه إلى أول منازل الآخرة إن شاء الله. نقف عند رأسه وندعو كما كان يدعو الحبيب المصطفى لأصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم، الدعاء في هذا الوقت، أنا أقول لأولاده وبناته، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم
استطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به. ادعوا لأبوكم، ادعوا له، ابنه وابنته. أكثروا من الدعاء لوالديك، أكثروا من الدعاء لوالدك. نعم، فإن الدعاء للوالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا ربي بما هذا؟ قالوا: باستغفار ولدك لك. نرفع أيادينا الآن. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا رب العالمين، آمين، أن ترحم أخونا الحق محسن برحمتك الواسعة، آمين. اللهم ارحم عبدك محسن برحمتك الواسعة، آمين. اللهم اقبله عندك من الشهداء، آمين. اللهم زد في حسناته، آمين. وتجاوز عن سيئاته، آمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، آمين. وأهلا خيرا من أهله، آمين. وجيرانا خيرا من جيرانه، آمين. اللهم نقه من الذنوب والخطايا، آمين. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، آمين. اللهم اغسله من الذنوب والعاصي بالماء والثلج والبرد، آمين. اللهم أنزل عليه رحماتك ومغفرتك يا رب العالمين. اللهم إنه قد مات غريبا، فاجعله عندك شهيدا يا رب، آمين. رب اجعله شهيدا عندك يا رب، آمين. اللهم صبر أبناءه وبناته وذويه ومحبيه وأقاربه يا رب العالمين، وأنزل عليهم الصبر والسلوان يا كريم. اللهم شفع فيه من كفنه، وشفع فيه من صلى عليه، وشفع فيه من دفنه يا رب العالمين، وشفع فيه كل من دعا له، وشفع فيه سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ارحم يا رب جميع موتانا وموتى المسلمين، آمين. اللهم ارفع هذا الوباء عن إيطاليا، آمين. وعن كل بلاد الأرض يا رب العالمين، آمين. يا رب عجز أهل الأرض يا رب، يا رب. فارفع هذا الوباء الله. يا رب، يا الله. ارفع هذا الوباء يا الله. ارحم موتانا يا كريم يا رب. يا رب، إن أخونا محسن الآن في جوارك يا الله، وفي ضيافتك. اللهم أكرم نزله يا رب، آمين. وسع له في مدخله يا رب، آمين. اللهم نور له قبره يا رب، آمين. يا رب ارحم جميع موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. واشف مرضانا يا أرحم الراحمين، آمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خيرا. مية مية مية، جيب لي واحدة ثانية.